بوسه ده بحبني؟ ومطرح ما السكينة كانت بتعدي كنت بشوف الدم مدريتش بنفسي ترميت على الأرض لما فتحت عيني لقيت آلام في حضني مغمى عليها خبيتي عليا يا فاطمة ليه ما قلتليش وليه قلتيلي انه وقع في بلاعة كنتش عايزاك تجري ورا طهره لحد ما تدخل السجن تاني أمان انت لازم تقولي مين اللي قالك الكلام ده مين اللي قالك ان غريب لسه عايش سيدة فاطمة سيد مين؟ سيد أخوك يا فاطمة Watch it.